مساء الخير. إلى العناوين. ولي العهد يعلن عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة. كعادتها دائماً السعودية في مقدمة الدول المستثمرة في التقنية. والفنانة ليلى السليمان أو السلمان توضح تفاصيل مسلسلها الجديد وعلاقته بخاطفة الدمام. مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي، والبداية كالعادة بأخبار يا هلا. أعلنت وزارة الرياضة أن 84 ناديا من مختلف الفئات والدرجات تقدموا بالمستندات والمتطلبات اللازمة للدخول في برنامج جمع النقاط الموحد من أجل الحصول على الدعم المخصص للألعاب المختلفة للموسم الثاني من استراتيجية دعم الأندية. ووفقا لتقرير فريق عمل استراتيجية دعم الأندية، فقد نجح 77 ناديا من أصل 84 في التأهل إلى مرحلة جمع النقاط والمنافسة للحصول على الدعم الذي يصل إلى 480 مليون ريال. إجراءات كورونا ليست فقط عقوبات على أنها في الأولوية، ولكنها أيضا توعية وإرشاد وتثقيف، وهذا ما عملت عليه أمانة جدة. كاميرا يا هلا اقتنصت هذه اللحظات بلمسة محمد بن مشهور. من خلال تزايد حالات الإصابات بفيروس كورونا مؤخراً، وسعياً للحفاظ على صحة الإنسان وتهيئته للتعامل والتعايش مع هذه الجائحة، حرصت أمانة جدة بتكثيف جولاتها الرقابية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث أسفرت عن رصد 579 مخالفة تتعلق بعدم تطبيق البروتوكولات، فيما بلغ عدد الإغلاقات 236 بمشاركة نحو 2000 متطوع من عدة جهات حكومية وخاصة. والله لجنة الأمانة صراحة ما بيقصروا، بينزلوا بيعملوا تفتيش. الأمانة صراحة يعني لسلامتنا الوضع مرة تمام ومرة طبيعي، لكن هم بينزلوا توعوي مو محاسبة، بينزلوا بيوعونا بيعملوا تفتيشهم بدون التوجيهات الصحيحة وبيتوكلوا على الله. طبعا احنا مع الجهات المعنية في الموضوع هذا، والله يديم الأمن والأمان علينا والصحة والعافية، إن شاء الله ننتهي من الفترة هذه إن شاء الله وإحنا بصحة وعافية بإذن الله. إحنا مع الجهات المعنية في الشيء هذا، بالعكس هذا لصالحنا وصالح الشعب. الحمد لله إنه الاحترازات مرة تمام في المول، والحمد لله إنه ماشيين مرة تمام، ونطلع من البيت خايفين، بس ما شاء الله تبارك الرحمن إنه نطلع نجد للمول مرة الاحترازات مرة تمام الحمد لله. هذه الجولات تأتي لتطبيق الإجراءات الاحترازية في الأسواق التجارية والمرافق العامة للمساهمة في رفع مستوى الوعي بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية. لبرنامج يا هلا محمد بن مشهور، جدة. شكرا للزميل محمد بن مشهور. قبل يومين الفنانة ليلى السليمان خرجت في مقطع فيديو، خرجت في مقطع فيديو وتحدثت فيه عن أنهم الآن بصدد الانتهاء أو إخراج مسلسل بعنوان الخاطفة. بعد هذا الفيديو انتشر كثير من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي عن علاقة هذا المسلسل بقصة وحكاية خاطفة الدمام الشهيرة. استضفنا الأستاذ موسى الخنيزي وهو أحد أطراف هذه الحكاية كما تعرفون، وتحدث أنه لا علاقة له بهذا الموضوع وأنه لم يتم استشارته في هذا الموضوع إذا كانت القصة فعلا ستمثل، وتوعد أيضا بملاحقة قانونية في حال ظهر هذا المسلسل. في فيديو آخر ظهرت الفنانة ليلى السلمان بعد كل هذا الجدل وقالت أن اسم المسلسل الاختطاف وليس الخاطفة. لنهاية أو الانتهاء وحسم هذا الجدل تماما، معي عبر الهاتف الآن الأستاذة الفنانة ليلى السلمان. أستاذة ليلى حياك الله معنا في يا هلا، وشكرا لتجاوبك مع دعوة البرنامج. يا هلا ومرحبا فيكم، وأهلا وسهلا بالجميع وحياكم الله، ويا هلا ومرحبا. أنت شفت الجدل اللي صار حول الموضوع كله، في فيديوهين، واحد قلتي فيه أنه اسمه الخاطفة والثاني أنه اسمه اختطاف، ودنا نعرف وش اسم المسلسل، وهل كذا بشكل مباشر هل لقصة المسلسل علاقة بأحداث خاطفة الدمام ولا لا؟ على
على فكرة أنا عندي مسلسلين اللي هو اختطاف اللي حاليا مطورة والخاطفة هو عمل ثاني بس مو هالحين، والاثنين ما لهم أي صلة في خاطفة الدمام. الاثنين ما لهم أي علاقة بالقصة. ما لهم أي علاقة في الموضوع، فأنا العملين يعني فيهم المختطفة أو اختطاف الاثنين صاروا عندي مع بعض، لأن قبل تقريبا أسبوع وقعت العقد، فهذا قصة وهذا قصة. كل ما في الموضوع السوشيال ميديا سرعة حوروا الموضوع وعملوا هالبلبلة هذه. أصلاً أنا ما جبت سيرة خاطفة الدمام، الدمام أبداً ما جبنا سيرتها ولا لها علاقة بالموضوع أبداً في المسلسل. طيب يعني الآن أبداً. يعني الآن عشان تكون الصورة واضحة للناس، أنت الآن تعكفين على مسلسلين، اختطاف والخاطفة بهذه الأسماء، ولا علاقة لكل المسلسلين بقصة خاطفة الدمام. طيب اختطاف الآن نعم. أصبح جاهز، متى سيعرض؟ لا اختطاف الحين كان ثورة، أما متى يعرض بصراحة ماني عارفة، يعني ما احنا عارفين، بعدين انتوا عارفين الأمور اللي احنا نمر فيها حاليا. صحيح، فللحين ما عندنا أي خبر صراحة. يعني وخاطفة ولا ما زال مجرد فكرة فقط المسلسل الثاني؟ شوف أنا بصراحة بعد البلبلة اللي صارت طبعا أنا ما كنت أعرف، قلت عن حسن نية. فتعرف أنت الأعلام والأضواء اللي حولك يبي يعرفون شنو نشتغل، لكل فنان في المرحلة هذه وبالذات قبل رمضان. فالحين منعا باتا، ممنوع أبي أتكلم صراحة. طيب عن أي موضوع. طيب بلاش لأن الواحد قام يخاف. لا طيب لا خليني أقول لك على شغلة، ترى الجانب المخيف في الإعلام مثلا مثل ما حصل مع الفيديو الأول لك، في جانب آخر مطمئن وجميل في الإعلام مثل ما احنا اليوم ظاهرين لإيضاح التفاصيل الحقيقية. جميل؟ نعم. فالآن فرصة أن نوضح المسلسل اختطاف، وعرفنا أنتم تمثلون فيه الآن ومتوقع أنه يكون خلال رمضان موجود. تقدر تقول الشاشة اللي بيكون موجود عليها؟ ما أعطوني صلاحية أنه أتكلم صراحة. طيب. بعد البلبلة اللي صار. طيب حلو، الثاني إيش تحدثين عنه؟ يعني بدأت في تمثيله وما زال مجرد فكرة؟ لا الثاني بعد رمضان. بعد رمضان. طيب سؤال، أنا أعتقد أنه يعني أغلب من هم موجودين في المجتمع اليوم وبالذات اللي لهم علاقة بالفن والإعلام وغيرهم تابعوا أحداث وقصة خاطفة الدمام. أنت من وجهة نظر فنية خلينا نقول، ترين أنه أحداث هذه القصة ينفع أنها تتحول إلى عمل درامي ولا لا؟ على فكرة مفرح، كل حدث في الواقع في الحياة يتحول إلى عمل درامي بغض النظر عن أي يعني حدث. إذا كان حدث لا أنا ما حدث طبعا خاطفة الدمام، لا أي موضوع، لا رسالة، لا يعني في مأساة بالنسبة للمجتمع أكيد بيتحول إلى موضوع درامي. جميل، إذا لك كلمة أو رسالة أو إضاءة أخيرة حابة تقولينها قبل ما أقفل معك الاتصال، إيش هي؟ كلام كثير مفرح ودي أقوله، بس قولي اللي أقوله. قولي. خلي يخفون عنا شوية السوشيال ميديا اللي يعملون بلبلة. أنا يعني أمانة الاتصالات اللي جتني والمحادثات من جميع المواقع والإعلام والقنوات والبلبلة، يعني حتى ناس ما شاء الله ما أعرف من برا، يعني ممكن لوحدة غير تقول أوكي أنه أنا الحين صار لي 3-4 أيام ترند مرفوع فوق ليلى سلمان. أنا
اللي يهمني بالموضوع هذا انه خفوا علينا، لا تألفوه من عندكم. طيب انا اشكر لك. خففوا من الاشاعات الكثيره. احنا نقول الصدق، يعني احنا نكون واضحين قدام الناس. ما تتحمل الامور بلبله واحنا في الوضع اللي فعلا احنا عايشين حاليا فيه. طيب. اللي هو موضوع الكورونا والمأساة. والتوضيح دائما مهم أستاذة ليلى، التوضيح دائما مهم، يعني خروجك اليوم وتوضيحك أنه في مسلسلين، لأنه الناس كانت تتساءل ليش فيديو قلتي اختطاف وفيديو قلتي خاطفة، التوضيح اللي صار اليوم أنه في عملين واضح، توضيحك لأنه ما لها علاقة بالموضوع واضح. يعني بس اللي أبغى أقوله أنه السوشيال ميديا إذا تسمحي لي، مثل ما هي قد تصنع يعني شيء لمجرد فيديو قصير، ايضا تتيح لك مجال انك توضحين سواء الاعلام بشكل الحالي او السوشيال ميديا. هو مو بس الموضوع خاطفه الدمام. إيه؟ يعني احنا في ادراس السنه 1/1/2021 نزلوا خبر وفاه ليلى سلمان. شوف المأساة اللي هذي اللي احنا عايشونا فيها. اتصالات، صديقات، أهل، الكل يقعد يبكي وصارخ يعني ليش؟ أنا هذا اللي أقصده. إحنا الحين في وضع يعني خلاص نفسيا تعبانين الناس، أغلبية الناس نفسيتها تعبانة من هالكورونا، ونبي الرد إلى احتمال إن شاء الله، لا أعوذ بالله، إن شاء الله الله لا يطولها، اللي قاعد نشوفه بالنسبه اللي قاعد يصير بالنسبه لحالات الكورونا. طيب. فاحنا مو متحملين نفسيا الامور هذه، فخلينا نعيش في سلام وفرح وسعاده. عندكم شيء حلو قدموه، ما عندكم شيء حلو لا تاذون الناس ونفسيه العالم. طيب انا قلت لك سؤال اخير، بس خليه سؤال بعد الاخير بما انك اثرتي موضوع الاشاعه. المجتمع المحيط فيك، العائله القريبه، كيف تلقوا الشائعه في ليلتها؟ انا طبعا ما كنت أعرف، لأن كان عندنا فعالية مهرجان الزهور، أوكي، ولاهين فيها وفرحانين ولازم ينكدون عليك طبعا. فأشوف تجينا اتصالات اتصالات اتصالات، بالأول أنت شلونك، أخبارك، كيفك، طبعا اللي مستحين يعني. بعدين اتصل فيني كذا صديقة، بعدين اتصل فيني أهلي من برا، اللي تبكي، اللي تطيح، اللي طبعا جميع المملكة، جميع دول الخليج كلموني بش السالفة، أنا ما أدري. فبعدين شفت كلموني حسبي الله ونعم الوكيل، طبعا من هالكلام. نعم. إلى لك بعدين قلت لا حول ولا قوة لك طولة العمر يا رب. الفنانة ليلى سليمان، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا. كان هذه تفاصيل الموضوع. سمعتم صوت موسى الخنيزي معنا قبل يومين، اليوم سمعتوا صوت الأستاذة ليلى السلمان. وبعد هذا الفاصل، تطوير منظومة التشريعات تفصله لكم المحامية الأستاذة رنا. في السعودية التطوير والمراجعة والتعديل للوصول إلى الأفضل لا يكف. هذه الثقافة تكاد تكون شعار المرحلة. قوة في مواصلة العمل، قوة في إرادة التنفيذ، قوة في العزيمة على تجاوز الأخطاء، وقوة أكبر في الوصول إلى مستوى عالمي يليق بكل المجالات، ومنها الاجتماعية والقضائية وغيرها. تطوير منظومة التشريعات كانت الحدث الأبرز عبر تصريح ولي العهد، الرجل الذي يأخذنا كل يوم خطوة أجمل إلى المستقبل، لتقديم قراءة قانونية نظامية تفصيلية في هذا الموضوع. يسعدني أن تنضم إلي في الاستوديو الأستاذة المحامية المعروفة الأستاذة رنا الدكنان. أستاذة رنا، حياك الله معنا في أهلا. الله يحييك. شكرا لتجاوبك مع دعوة البرنامج، وتجاوبك الدائم حقيقة معي أهلا، يعني هذا محل تقديرنا. خليني أسمع منك يعني إنسانة متخصصة وقانونية، تعليق عام أول شيء على تصريح ولي العهد وعلى تطوير منظومات التشريعية، وبعدين ندخل للتفاصيل. طيب، بالنسبة لتطوير منظومات التشريعية، يعني دعنا نقول أن هذه الخطوة يعني أنا بالنسبة لي خطوة عظيمة فلكية. إحنا فعلا الآن عنان السماء، يعني مو طموحنا، إحنا وصلنا إلى عنان السماء في هذا المشروع.
بالنسبة لي أن هذا المشروع هو المشروع المتمم، لأنه كل لما نتكلم عن مشاريع تنموية وتطويرية، تنمية اقتصاد، تنمية بشرية، كان هذا المشروع هو المتمم الذي ينقص لإكمال الحلقة أو لإكمال السلسلة من المشاريع. جميل. أنتم في المجال القانوني كيف راح يفرق معكم هذا التطوير؟ يفرق كثير. عشان بس الناس تفهم يعني. أي. بالنسبة هو ولي العهد حفظه الله، هذا الرجل التنموي العظيم والنهضوي العظيم، شرح الثغرات وما يجعلنا أصلاً إحنا نستبشر خيراً فيه، أنه شرح الثغرات والخلل الموجود في النظام. في تصريحاته بولي العهد في يوم أمس كان قد ذكر أنه يوجد خلل في المدونة، في مدونة الأحكام القضائية، أنها في حال أنها لم تعالج بعض الأمور، أيضا في بعض الأمور التي عالجتها في يوجد يعني عدم توافق مع متطلبات العصر. هذا الكلام أو هذا يشعرنا إحنا بوعي شديد. يعني أنا فعليا كنت في مرحلة من الإحباط، الآن انتقلت من الإحباط إلى يعني القمة بالنسبة لي. أنا الآن متمسكة جدا بالسلك العدلي، بإذن الله أن نكون لنا إنجازات كلنا. كل من يعمل في السلك العدلي راح مستبشر بهذا الموضوع. طيب خلينا ندخل إلى التفاصيل ونحاول نشرحها للناس بشكل مبسط من وجهة نظر قانونية ونظامية. لدينا أربعة مشروعات: مشروع نظام الأحوال الشخصية، مشروع نظام المعاملات المدنية، مشروع نظام الإثبات، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية. أول شيء مشروع نظام الأحوال الشخصية، كيف تشرحينه للناس وكيف سينعكس عليهم التطوير فيه؟ أيوة. بالنسبة إحنا طبعا متقدمين جدا في نظام الأحوال الشخصية ولله الحمد، ولكن يظل هذا الخلل، التفاوت البسيط بين قضية وأخرى بالنسبة للنفقة وبالنسبة للحضانة أو الفسخ وتقدير المهر والتعويض وإلى ما هنالك. هذا التنظيم راح يعني يحد أو يلغي كل هذا التفاوت تماما. يعني لا، مجرد ما يأتي طالب الاستشارة لي أنا راح أكون عارفة 100% مقدار النفقة و100% مآل تقدير المهر مثلا إذا في حال يرد بالعوض. يعني أكون، وليس يعني يكون الموضوع بالنسبة لي تخريص. حلو. هذا اللي راح يكون بعد التطوير طبعا. وش اللي كان قبل التطوير اللي موجود الآن؟ في تفاوت، ما هو خلل يعني بكفاءة القضاة بقدر ما أنه هذا المتاح. يعني أنا ممكن أنا أقدرها بشيء معين يذهب العميل بغض النظر عن القاضي، يذهب طالب الاستشارة المحامي ثاني يعطيه معلومة أخرى. أنا لم أخطأ، أنا لم أخطأ والمحامي لم يخطأ هنا. طيب جميل. مشروع نظام المعاملات المدنية. طبعا هذه المعاملات المدنية، طرق الإثبات مهمة جدا. هناك من القضاة من اعتمد الواتساب وآخر لم يعتمده في المعاملات، وهناك من يعتمد الإيميلات أو في بعض القضايا أو في بعض الاختصاصات، وبعضها الآخر لم يعتمدها. طرق الإثبات إحنا يجعلنا أنه نعرف على أي مدى هذا الإثبات المقدم من قبل الشخص هو معتمد في المحكمة أو لا، هو مقبول أو لا، مدى صحة هذا الإثبات من عدمه. كل هذه الأمور تقنن الإثبات عندنا. حلو. ويصير في شيء واضح وصريح يعتمد الجميع. طبعا احنا دائما نرجع لموضوع التفاوت، ما راح يكون في شيء متفاوت. عظيم. طيب مشروع نظام، احنا قلنا نظام الاثبات. نعم. ولقينا المعاملات المدنيه. طيب المعاملات المدنيه، المعاملات المدنيه نفس الشيء، اللي هي في التركه، طريقه الوصيه، كل هذه الاجراءات يعني لها علاقه بنظام الاحوال المدنيه. نعم. لما يقول لك انه سيكون المرجع لتنظيم العلاقه بين الافراد في تعاملاتهم، وش القضايا اللي تصير بين الافراد؟ طبعا احنا لما نجي، هذا بالنسبه للمعاملات المدنيه، بالنسبه للتعاملات التجاريه العماليه واللي هي الاداريه، كل هذه المعاملات هذه من اهم الاجراءات، لانه هناك من يعتمد اوراق معينه او اقرارات معينه، وهناك ما لا يعتمدها، فهذا الأمر يجعل هناك تحديد للبروسس والإجراءات اللي يتم عليها المعاملات التجارية أو الإدارية. طيب إذا تسمحي لي أستاذة رنا، خلينا نحط المشاهد البسيط اللي ما له علاقة مباشرة بالقانون كتخصص في الصورة، ونعطيه مثال على كل واحدة قبل ما نروح للمشروع الرابع. مشروع نظام الأحوال الشخصية، أعطيه مثال قضية. طبعا الأحوال الشخصية تتعلق بالإرث،
بالنكاح بالحضانة، النفقة من ضمنها؟ من ضمنها النفقة، كل الأمور. حلو، هذا مثال واضح بمعنى أنه خلاص يا جماعة النفقة بيصير لها شيء محدد واضح بالضبط. بحيث أنك قبل ما تروح للقاضي حتكون عارف كم النفقة اللي ستعطى لك بالضبط. للمطلقة صحيح؟ طيب صحيح. المعاملات المدنية أعطينا كذا نموذج قضية. نموذج قضية في المعاملات المدنية التجارية مثلا ايه؟ في حال فض الشراكة، الخلافات التي تم من خلالها، كل هذه راح يكون في وضوح لها، في إجراءات معينة لها، وهذا اللي راح يعفينا من تفاوت كثير وأخطاء كثيرة. ممكن. يعني مثلا في إجراءات اثنين بينهم شراكة بيفضونها، فض الشراكة وإدخال الشركاء الجدد وطلب تمويل شريك ممول أو ممول بدون شراكة، كل هذه الأمور راح يتم تنظيمها بشكل أفضل بحيث أنه في حال النزاع يكون فيها وضوح. جميل. طيب مشروع نظام الإثبات مثل ما قلتي اللي هو طبعاً. فكرة الواتساب مثلا طبعاً. إيه. أنه في بعضهم يعتمد الواتساب كدليل وبعضهم يقول لا يعني حتى في فض الشراكة هناك طريقة فض شراكة خاطئة ويتم اعتمادها في النظام التجاري وهي أساسا لم تكن يعني فعليا معتمدة، وهذا كله تفاوت. يعني احنا نتكلم عن التفاوت ترى، يعني سواء في القضاء التجاري أو الإداري أو يبدو لي العمود الفقري للتطوير القضاء على موضوع التفاوت. عن العمال. نعم. إيه. طيب مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، وهذا دور دار حوله كلام كثير جدا، كيف نفصله كذا ببساطة للمشاهد؟ نعم، احنا يمكن النظام السعودي ما فقط هو تهمة أو إدانة وعدم ثبوت إدانة أو براءة المتهم أو إخلاء سبيله. طبعا في النظام الآن احنا نتكلم عن أنه متى تكون جريمة، متى تكون جنحة، راح يميز النظام هذه الأمور، متى تكون مخالفة. أضف إلى ذلك يعني هذا اللي أنا أعتقده من المشاريع اللي واللي مهم أنها تكون موجودة أيضا، بالإضافة إلى ذلك والمهم أنه العقوبات في حال أنه تدرج العقوبة الذي يسرق مبالغ كبيرة أو يسرق بسطو مسلح ليس مثل من سرق بدون سطو، كل هذه التدرجات في العقوبات توضح لنا. يعني طالب الاستشارة أو بالنسبة للقاضي عندما يحكم هو يعلم أنه هذه العقوبة أو هذه الجناية أو الجريمة عقوبتها 6 سنوات مثلا أيه؟ لن يزيد عليها أو ينقص، الكل حيقرر نفس العقوبة. نعم طبعا. طيب أقرأ لك نص قولي لي كيف تفسيره. أعد المشروع اللي هو مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية وفق مبادئ عدلية مستقرة ووفق أفضل المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة. هذا يعني أنه عندنا نظريات جنائية تتحدث باستمرار وأنه لازم نواكبها عالمياً. أكيد. نعم. طيب نعم. إلى أي مدى انعكاس هذا الموضوع على صورة النظام القضائي في السعودية ككل؟ طبعاً في من ناحية الإجراءات، إجراءات القبض، الإجراءات اللي هو أوامر القبض أو أوامر التفتيش، كل هذه الأمور من ناحيتها الإجراءات، الأجهزة المستخدمة في هذه المراحل، في حالة التلبس، في حالة عدم التلبس، كل هذه لها في تطورات. يعني على سبيل المثال احنا عندنا يجون خريجين من الخارج اللي هو العلوم الجنائيه او اللي هي العلوم الجنائيه هي اللي تعرف انه او تكشف لنا الدليل هذا هل هو دليل صحيح او دليل مفتعل او مستصنع. هؤلاء غالبا الخريجين اللي هم ما يلقون لهم اصلا جهه يعني تستقبلهم إلا أنهم لنا حاجة لوجودهم، هو أنه هذه البصمة هل هي بصمة مفتعلة أو هي بصمة يعني بمعنى أنه هي تحصر الأدلة هل هي أدلة صحيحة أو مستصنعة، كل هذه لها علاقة بالمجال. حتى من ناحية هؤلاء الأشخاص راح يجدون مكان جيد يستقبلهم باختصاصهم. جميل. اللي يعملوا طيب. اللي تدرسوا. أنا معي 3 تغريدات إذا تسمحي لي أستعرضها وأسمع تعليقك على كل تغريدة منها. خلونا نشوف التغريدة الأولى يا شباب، إذا ممكن التغريدة تطلع لنا على الشاشة نقرأها ونسمع تعليق الأستاذة رنا الدكنان عليها، والتغريدة لها علاقة بتصريح ولي العهد. بس حتى تجهز التغريدات بسألك أنه هذه التعديلات أو هذا التطوير اللي صار جميل جدا للأنظمة القضائية عندنا في الداخل ومريحة لكم أنتم كقانونيين، هل نبالغ إذا قلنا نعم. أنها أيضا ترسم صورة أكثر إشراقا للنظام القضائي السعودي في الخارج لدى الآخر؟ لا، مو أكثر إشراقا، هي راح تكون مرجعية. أنا متأكدة أنها ستكون مرجعية قضائية لدول أخرى. يعني إحنا لا ينقصنا أي شيء. أنا ودي تعيدين الجملة دي بصراحة، هذه جملة مهمة فعليا.
أنا لا أبالغ بهذا الكلام. إحنا يعني بعد تطوير هذا النظام سنكون مرجعية قضائية لدول أخرى. للمعلومية يا جماعة شوفوا كيف السعودية، خلونا نسوي مثلها. للمعلومية إحنا في برنامج ناجز في في وزارة العدل التابع لوزارة العدل، بقى في جائحة كورونا الدول اصطدمت فيها كارثة جائحة كورونا لدرجة إنها توقفوا فترة طويلة. إحنا ما توقفنا عن التقاضي نهائياً في 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 المحاكم، استمرت العمل حتى أنهم أنتجوا برامج وصنعوا برامج إلكترونية. نحن لم يفعل ذلك، بل استمرينا بالعمل، وهذا اللي يجعل السعودية مرجعية. هذا اللي أنا أقول لك إنه إحنا تطورنا في برنامج أبشر، في برنامج ناجز، وسبقنا دول كثيرة. هناك دول تستطيع عمل هذه البرامج ولكنها يحول بينها وبين أنظمة قديمة بيروقراطية تجاوزناها نحن ببساطة. فنعم طيب. خلينا نشوف التغريدات صارت جاهزة معنا. نشوف التغريدة الأولى يا شباب ونسمع تعليق الأستاذة رنا الدكنان على التغريدة. أعطونا التغريدة، ما أعرف يا ليت تكون بس في الشاشة القريبة هذه التغريدة من حساب وكالة الأنباء السعودية واصل أخبار الملكية. سمو ولي العهد يقول: أعد قبل سنوات ما عرف باسم مشروع مدونة الأحكام القضائية، واتضح بعد الدراسة أنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته، ولذا رؤية إعداد مشروعات تلك الأنظمة الأربعة مع الأخذ فيها بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة. تعليقك. نعم، هذا الكلام هو ما لا يصدر إلا من رجل قانوني. تخيل أن ثاني رجل في الدولة هو رجل قانون، رجل يطبق النظام ويحترمه. عندما يتكلم بهذه الطريقة إذن هو يعي ما يقول. لما يتكلم بهذه الطريقة إذن إحنا أمام شخص مختص. جميل. شخص مختص صاحب اختصاص يعي جدا. مبدأ الشفافية اللي صاير اليوم أنه عدينا نظام رأينا أنه صحيح. لا يفي بالاحتياجات نعدله الآن صحيح. هذا أمر في قمة شفافية، حدث مع برنامج جودة الحياة مثلا وبمثل هذه الشفافية ويحدث دائما. نشوف التغريدة الثانية يا شباب. التغريدة الثانية أيضا من تصريح ولي العهد: عدم وجود هذه التشريعات أدى إلى تباين في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية. أنت قلتي جزء من هذا الموضوع، لكن كيف يعني وقعوا عليكم حينما يعني يصرح به ولي العهد؟ قلت لك أنا كنت في محبطة جدا. إيه؟ يعني في بداية اللقاء أنا فعلا كنت أمر في مرحلة إحباط. بعد هذه التصريحات انقلبت معنوياتي إلى 180 درجة يعني اختلاف. هذه التصريحات يعني أنا أمام الآن حكومة تعي الحقوق العدلية والحقوق الإنسانية بالنسبة لنا كنظم وتأسيس للأنظمة. إذن الآن إحنا أمام منظومة تسعى للإنسان فقط ولرفاهيته. ويمكن هذا يعطينا تحليل لحجم الاحتفاء الكبير اللي شفناه من المحامين ورجال القانون ونساء القانون في تويتر وفي مواقع التواصل. أنا فعلا رأيت الاحتفاء وفعلا أنا سعيدة جدا. النقطة اللي كان فيه تركيز على أنه هذه الأنظمة نصرة للمرأة وأنه هذا عصر المرأة، وهذا التركيز يعني هو صحيح أنه هو فقط استرداد لحقوق فعليا مشرعة شرعا ونظاما. حتى في الشريعة الإسلامية لن يتم استخراج أي شيء أو استنتاج شيء جديد، ولكن والتطوير كان يعني وفق ما نقرأ للعائلة ككل، إيه مشروع وليست للمرأة فقط. هي حقوق على فكرة، هذه المشاريع ليست للعائلة فقط، هذه المشاريع تنموية. إحنا إذا إحنا نبغى محتاجي أو نبغى أنه نستقطب شركات واقتصاد قوي، إحنا لازم يكون قضاءنا قوي وعادل ومنصف، حقوق فيه استردادها يكون بسرعة. وهذا اللي يتكلم عنه ولي العهد. إطالة أمد التقاضي من أسوأ الأشياء اللي ممكن يواجهونها الأشخاص المتقاضين. حتى المستثمرين إذا أخذناها من جانب تنموي مثل ما تقولين، إذا أنا باجي أستثمر وقضية بتجلس مدري كم سنة وفي تفاوت في الأحكام، ممكن هذا يخليه شوية تراجع. صحيح فعلا.
هذا بعد رائع في الموضوع، يخلينا يعني نقفز على البعد القانوني إلى حتى التنموي. في معنا تغريدة ثالثة من حساب النيابة العامة، وهي عبارة عن تصريح لمعالي النائب العام حول المشروع، يقول: مشروعات الأنظمة التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله ترسخ مبدأ المشروعية الجزائية في شقها الموضوعي، وتسهم في تحقيق مبادئ العدالة الناجزة، بما يعزز من حفظ الضمانات وإرساء الحقوق لجميع المخاطبين بأحكامها. وش الرسالة اللي يبغى يوصلها النائب العام؟ النائب العام بيوصل رسالة، احنا صرنا امام كم هائل من القضايا الكيدية او المفتعلة او التي احنا نقصد بالكيدية، قد يكون هناك كره او ضغينة بين شخص واخر ويصر انه يحدث الضرر فيه. هذه الأنظمة العدلية راح تقضي على هذه المشاكل التي قد يواجهها الأشخاص والأفراد أو المواطنين. أيضا بالنسبة للنائب العام، هنا ركز على فضيلته على موضوع العدالة الناجزة التي هي جزء من المشاريع وليست كل. أيضا في تصريح وزير العدل أيضا كان إشادة رائعة، وهذا الأمر بالنسبة لنا إحنا عندما نرى أن المسؤولين أيضا يثمنون قيمة هذه المشاريع، إذن نحن أمام منظومة بإذن الله أو مشاريع بإذن الله واعدة، وزي ما قلت لك أنا متأكدة تماما أنها راح تكون مرجعية. جميل، يمكن هذا من العناوين الأبرز في هذا اللقاء. قبل ما أختم معك أسمع منك شغلة أنا أسميها بالعادة للضيوف تغريدات صوتية سريعة أخيرة. الأولى، اليوم بعد كل هذا التطوير في المشروعات ومع إنجازها مستقبلا إن شاء الله للمجتمع السعودي وكل من في السعودية الذين سيتعاملون مع هذا النظام، ماذا تقولين؟ طبعا حكومة تثمن الإنسان، الإنسان أولا، تجاوزت مرحلة أنه يكون الإنسان أولاً لننتقل لمرحلة رفاهية هذا الإنسان. جميل. إذن وجود ظلم أو وجود تقاعس أو إلى ما هنالك سيكون من الذكريات بإذن الله. إلى وزارة العدل ومسؤولي القانون والقضاء في السعودية، طبعا أهنئهم على هذه المشاريع، هذه المشاريع المبشرة، بعدها لن نحتاج ولا إلى 300 سنة قادمة بإذن الله السعودية لن تحتاج إلى تطوير. طيب التغريدة الصوتية الأخيرة من مواطنة ومتخصصة في القانون إلى الأمير محمد بن سلمان. شكرا أخوي الخامس. شكرا، لأنه فعلا هو عضدنا، هو اللي أشعرنا أنه حنا موجودين في هذه الحياة ونقدر نعطي. أنا ممتنة جدا، يوميا أفيق صباحا أدعو لهذا الرجل ثم أذهب لعملي. لك أن تتصور هذه الفقرة اللي أعيشها يوميا في حياتي، أنا ممتنة له. الله يحفظ لك كل أخوانك، وشكرا جزيلا لحضورك معنا في أهلك. شكرا للأستاذة رنا الدكنان، كانت هذه قراءة تفصيلية لتطوير المنظومات التشريعية. سنستمر في أهلها تقديم كل جديد فيما يخص هذا الموضوع ومتابعته. نحن نخطو في السعودية ونسير إلى المستقبل بكل ثقة بعد هذا الفاصل الإعلامي. حياكم الله مجددا في هلا. اليوم لغة العصر الأولى هي التقنية، وهي المحرك الأساس لكل المجالات الموجودة اليوم على ظهر الكوكب. المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي استثمرت في هذه التقنية إيمانا منها بالمستقبل وبالذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في هذا المجال. كيف يمكن لهذا الاستثمار التقني أن ينعكس على حضور المملكة العربية السعودية اليوم؟ وكيف يمكن للتقنية أن تغير في حياة البشر بلا مبالغة، سواء الآن أو مع المستقبل؟ للحديث حول كل هذه التفاصيل وكل هذه الأمور يسعدني أن ينضم إلي عبر السكايب أحد الشغوفين جدا بهذا المجال، الخبير والمحرر التقني الأستاذ عبد الله السبع. أستاذ عبد الله حياك الله معنا في أهلا. أول شيء السلام عليكم، مساء الخير ويعطيكم العافية على الاستضافة. الله يعافيك. خلنا نتكلم ما أهمية أن تضخ المملكة العربية السعودية مجموعة استثمارات عالية جدا في قيمتها في مجال التقنية. أول شيء يعطيكم العافية، الاستثمارات في مجال التقنية جدا مهم في الفترة الحالية، لأن التقنية قاعد تكبر بشكل جدا كبير وقاعد يكون لها أساس مهم في حياتنا. فالمتحكم في التقنية أو من يكون له
الكيكة الكبرى في التقنية راح يكون له على قولتهم مكان كبير في المستقبل، لأنه أنت راح تكون تمتلك جزء كبير من حياة الناس اللي هم قاعد يعيشونها. فمثلاً الإنترنت في المستقبل راح يكون مو فقط أنك تدخل وتشوف مقطع فيديو وتشوف يوتيوب. إيه طيب، هذه عاد ظروف السكايب ما معنى إلا نتحملها يعني، ولين يعود السكايب بشكل جيد مع الأستاذ عبد الله. أعتقد إنه رجع صار فيه قطع في السكايب. لو نكمل، ما في مشكلة. كنت تتحدث اليوم على اليوتيوب والتقنية بصفة عامة وأثرها. الإنترنت في المستقبل ما راح يكون فقط إنه أنت تدخل وتشوف مقطع فيديو أو غيره، لا، الإنترنت راح يكون هو حياتك بشكل كامل. الاتصال الانترنت راح يتحكم، او الانترنت راح يتحكم في بيتك بشكل كامل، راح يتحكم بحالتك الصحيه، راح يتحكم بكل شيء يدور حولك. فمستقبل حياتنا راح يكون مختلف، وممكن احنا ما نستوعبه في الفتره الحاليه كيف راح تكون حياتنا في المستقبل. طيب أباخذ النقطة الأخيرة هذه، كيف راح تكون حياتنا في المستقبل؟ اليوم عبد الله الناس كل ما وصل شيء تقني جديد قالوا الوين بنوصل؟ الوين بنوصل أكثر؟ الوين إحنا واصلين تقنياً؟ أتكلم على مستوى العالم، الوين واصلين؟ ما حد يقدر يقول لك وين إحنا راح نوصل، لأنه راح يكون شخص منجم. خلنا نكون إحنا متفقين على هذه النقطة. لكن ما يستوعبه العقل الإنساني في الفترة الحالية أن حياتك راح تكون متصلة في الإنترنت. السيارة في المستقبل اللي هي أساساً احتمال ما تكون سيارة، ولا راح تكون وسيلة نقل إحنا نعرفها، راح تكون مختلفة عن الوضع الحالي. طبيبك في المستقبل هو ما راح يكون إنسان، راح يكون جهاز آلي. خلني أعطيك أو أقرب لك الموضوع بشكل بسيط. الصين في قبل أسبوعين أو ثلاثة ظهر عندهم جهاز هو اللي ياخذ عينة الدم من المريض. الدكتور ما راح يكون يحتاج إنه ياخذ عينة الدم من المريض. تعلم الآلة أو تطور الآلة في المستقبل راح يكون له أبعاد جدا كبيرة في حياتنا. فأنت لو مرضت احتمال أنك ما تحتاج تطلع من بيتك، تروح المستشفى، تصرف طابور، تأخذ طابور عشان يجيك الدكتور وغيره. لا، ممكن وانت جالس تتقهوى مع ربعك يجيك اتصال يقول لك حسب القراءات الحيوية من الساعة أو الشيء اللي أنت لابسه، ترى أنت عندك مشكلة في الشيء الفلاني، خلاص خليك جاهز، الآن بيجيك سيارة إسعاف، راح يجيك شيء حتى نأخذك نسوي لك عملية كذا بسيطة ونرجعك. فأنت تقوم طبيعي جداً، يعني راح نستبق الأحداث، راح تكون حياتنا، يعني إحنا ما نروح المستشفى إن إحنا تعبنا، لا، إحنا راح نروح المستشفى عشان نتجنب إنك أنت تتعب. طبعا هذا مثال بسيط جدا للمستقبل اللي راح يكون، وهو أبعد بكثير من اللي أنا قاعد أقوله. طيب بما إنه أبعد وصعب الإحاطة فيه الآن، إذا قلت عبد الله، إذا قلت الآن إنه أكبر انفجار تقني صاير حتى الآن فكرة الذكاء الاصطناعي، صحيح ولا لا؟ صحيح. خلني أشبه لك وش راح يكون، كيف دخول الذكاء الاصطناعي في حياتنا. زي ما دخلت الكهرباء، أول ما دخلت الكهرباء في حياتنا، كيف الإنسان انتقل من شيء إلى شيء، الذكاء الاصطناعي دخوله في حياتنا مثل دخول الكهرباء في حياتنا، راح يكون شيء مختلف. 50 سنة القادمة حياتنا راح تتغير بشكل كامل إن أطال الله في أعمارنا بسبب الذكاء الاصطناعي، لأن الذكاء الاصطناعي راح يتنبأ أنت وش تحتاج، راح يساعدك إنه أنت تمارس حياتك بشكل أفضل وبشكل أريح بكثير. ما أقدر أشبهها بشيء إحنا معتادين عليه، لأنه هو شيء مختلف. ممكن أقرب ما كيف إنه حياتنا الآن متعلقة في الكهرباء، وكيف إحنا الآن يعني على قولتهم إنه إحنا الكهرباء هي عنصر الحياة الأساسي عندنا، الذكاء الاصطناعي راح يكون بنفس المرتبة هذه. طيب اليوم إذا اليوم الذكاء الاصطناعي جالس يدخل، والآلة تقنيا جالسة تدخل بشكل كبير، ألا توجد مخاوف مرعبة جدا من التأثير على الوجود البشري، على مستوى الوظائف، على مستوى الحياة، على مستوى معاد هذا الدخول المرعب للآلة؟ طيب خليني أقول لك شيء. أول ما بدأت دخول السيارة إلى حياتنا، كانت الناس تقول إن إحنا راح نموت بسبب السيارة. حصلت بعض المضار الجانبية. الكهرباء أول ما دخلت في حياتنا كان لها آثار جانبية وشكل مشاكل، سببت مشاكل، حرائق حول العالم، وفيات حول العالم. لكل شيء جديد يدخل في حياتنا له مساوئ، لكن مع تعلم الإنسان على هذا الموضوع راح يكيف
الإنسان دائما يكيف كل شيء حتى يكون مناسب ويتعلم منه. دخول الآلة في حياتنا في المستقبل راح يكون له مخاطر، راح يكون له مضار، لكن احنا راح نتعلم من هذه المضار، وبعدها راح نعرف كيف احنا نستخدم هذه او الذكاء الاصطناعي من دون يكون له ضرر في حياتنا. له مخاطر، له مخاطر، له مشاكل، له مشاكل، لكن احنا راح نتعلم كيف نسيس هذا الشيء حتى يكون يخدمنا في حياتنا ونكون مرتاحين. طيب عبد الله، يمكن السكايب شوي قطع على ما يعود السكايب، بس رجع السكايب مع عبد الله. عبد الله طيب، اليوم وش نصيحتك للناس؟ يعني انت متخصص وقريب من التقنيه، ما هي الطريقه المثلى للتعامل مع هذه التقنيه بحيث اني احظى باكبر كم من الفوائد وابتعد عن المخاطر اللي ممكن تكون موجوده؟ خلينا نكون واضحين، مشاكل التقنية في حياتنا جدا كثيرة، وإحنا الآن مقبلين على تحول تقني كبير في حياتنا بسبب دخول إنترنت الأشياء في حياتنا. إنترنت الأشياء أو الأدوات اللي إحنا راح نأخذها ونستخدمها دائما في بدايتها. لذلك أنا كعبد الله من وجهة نظري إن الناس لا تستعجل في الاستثمار في الحاجات التقنية، في شرائها واقتنائها، لأن الآن أسعارها راح تكون جدا مرتفعة، لكن راح تبدأ تنخفض في المستقبل القريب بسبب راح يكون في تعدد خيارات، راح يكون في خيارات كثيرة موجودة. لا زالت التجارب في بدايتها على أغلب التقنيات في حياتنا. الشيء اللي أنت تجربه الآن راح يتغير بشكل جدا كبير في المستقبل، راح يكون له شكل مختلف أو وظيفة مختلفة في حياتنا. لها مساوئ، لها مساوئ، لها محاسن، راح تكون لها محاسن كثيرة. لذلك الانتظار على التقنية راح يكون أفضل بكثير من أنك أنت تبادر فيها وتدخل فيها من الآن. طيب على مستوى أجهزة الهاتف مثلا، الجوالات اليوم بحكم اطلاعك وقربك، المستقبل القريب خلنا نقول، وش الطفرة اللي احتمال تصير فيها؟ راح تختفي الجوالات من حياتنا. أوف، وش التصريح الخطير هذا؟ كيف؟ أنا أقول لك الأجهزة الملبوسة هي المستقبل. الجوالات ما راح يكون لها مستقبل في حياتنا بشكل قريب. يعني قد لحظة عبد الله، لحظة، هذا كلام ما يفوت. أنت تقول بشكل قريب، يعني قريب كم سنة تتوقع؟ ما أقدر أجزم لك، لكنه الآن تقديرياً مو أكثر من 10 سنوات، ومو أقل من 5 سنوات. ليس أقل من إذن من 5 إلى 10 سنوات ستختفي الجوالات. إيش البديل؟ البديل راح يكون الأجهزة الملبوسة أو شيء جديد إحنا متصورينه، لكنه المساعد الشخصي قاعد يدخل في حياتنا بشكل جدا كبير. الأجهزة الملبوسة اللي هو الساعات، النظارات، هي اللي راح يكون لها مستقبل في حياتنا، لكنه إلى الآن إحنا ما نتصور هذا الشيء. لو قلت لك يا أستاذ مفرح إنه قبل 10 سنوات من الآن إن في جوال راح تستخدمه وتصور فيه وتكلم فيه وتتواصل مع أخوياك من خلاله وتشوف وتتواصل مع شخص موجود في أقاصي الدنيا، هل راح تصدق هذا الشيء؟ ما راح تصدقه. طيب، لذلك كلامي في الفترة الحالية راح يكون غير مصدق، لأنه ما هو العقل الإنساني ما يتخيله. طيب عبد الله، قبل ما أطلع الفاصل، هذا سؤال أخير في هذا المحور. الآن أنت تقول هذا الأمر بناء على معلومات أنت جالس تشوفها وتقرأها عالميا في موضوع التقنية، ولا هو تحليل وتوقع شخصي؟ لا، هذه بناء على معلومات إحنا قاعد نقرأها، وبناء على عزم الشركات وعزم الشركات في تطوير الأجهزة الملبوسة وإيجاد بدائل. ترى كل الشركات في الفترة الحالية قاعد تتنافس ما بينها أن تشوف وش المستقبل. هم الآن يرون أن الأجهزة القابلة للطي قد تكون هي مستقبل، أنك أنت تكون كمبيوترك وجوالك والتابلت حقك، لكنه ما أشوفها أن هذه راح تكون هي الطفرة التقنية في حياتنا، لأنه في شركات كثيرة قاعد تحاول تطور الأجهزة الملبوسة حتى تكون هي تتعلق في حياة المستخدم. قبل من فترة قريبة أو من فترة بعيدة كان في مسلسل يطلع لك إنه شاشة تطلع من الساعة اللي أنت لابسها وتتحكم بشغلات جدا كثيرة. ممكن تكون بهذه الطريقة، ممكن تكون بطريقة مختلفة، لكن المستقبل راح يكون للأجهزة الملبوسة. كيف الآن؟ يعني الآن إحنا في الفترة الحالية الساعة تقدر تتواصل فيها وتتصل فيها، الساعة تقدر تسوي فيها ECG. الآن أنت بدال لا تروح المستشفى وتسوي ECG، الساعة بنفسها قاعد تسوي لك ECG، الساعة بنفسها قاعد تسوي لك تخطيط قلب، الساعة بنفسها هي قاعد تنبهك أن نبضات قلبك فيها مشكلة. فتخيل أن الساعة مو فقط راح تكون ساعة، لا، الساعة راح تكون شيء
مختلف في حياتنا راح يكون لها وجود أكبر في حياتنا في المستقبل. طيب أعطني بس مثالين ثلاثة على الأجهزة الملبوسة، إيش غير الساعة ممكن يكون؟ الساعة، النظارة، السماعة. بس السماعة والنظارة، يعني النظارة إلى الآن ما وجدوا لها طريقة في استخدامها. ممكن مع تطور السيارات ذاتية القيادة قد يكون النظارة وجود في حياتنا، لأنه النظارة العائق الأكبر لها أنها راح تلهيك بشكل جدا كبير وأنت تستخدم سيارتك أو أنت تستخدم الأجهزة. لكنه مع وجود السيارات ذاتية القيادة وغيرها قد تدخل النظارة بشكل جدا. نعم عبد الله، أنا بستثمر هذا الانقطاع في السكايب أني أطلع فاصل وبعدها أرجع أسمع بعض مفاجآتك. حياكم الله مجددا في أهلا، ضيفي الأستاذ عبد الله السبع والحديث عن التقنية ومستقبل التقنية والاستثمار السعودي في التقنية. أستاذ عبد الله رحب فيك مجددا. تحدثنا على مشكلة على مستقبل الجوالات، ماذا عن أجهزة الكمبيوتر أو اللابتوب؟ يعني إحنا شهدنا على مستوى الزمن تطورات كثيرة لها إلين وصلنا للأشكال الحالية، وش المتوقع لها مستقبلا؟ أول شيء أجهزة اللابتوب بشكل عام كانت تعاني من أزمة جدا كبيرة. يمكن سنة 2020 كانت سنة خير على اللابتوبات بشكل عام، لأنه الناس بدأت ترجع تستخدمها، لكن اللابتوبات كانت حصتها السوق. نعم طيب، الحديث عن اللابتوب إلين يعود معنا السكايب ونستكمله. عبد الله معليش ترى صار انقطاع في السكايب، تعيد إلين قيمتها السوقية. لا ما في مشكلة. قيمة أو الشركات اللي كانت تعمل في هذا المجال كانت قيمتها السوقية تتناقص. لا ليه؟ بسبب إنه الناس بدأت تتجه إلى بدائل ثانية اللي هي أجهزة التابلت أو الأيباد أو غيرها. لما جت أزمة كورونا والتعليم عن بعد رجعت الناس تستخدم وتقتني أجهزة اللابتوب. لكن الآن في الوقت الحالي متوقع إنه أجهزة اللابتوب تبدأ تقل حصتها السوقية بشكل جدا كبير في السنوات القادمة بسبب اتجاه الناس إلى الأجهزة المحمولة اللي هي الأيباد وغيرها. الآن في الوقت الحالي على سبيل المثال تقدر تستخدم الأيباد كأيباد، ولو حطيته على اكسسوار بسيطة راح يتحول معك إلى لابتوب بشكل مختلف أو بشكل إحنا ما تعودنا عليه. أجهزة التابلت أيضا قاعد تتجه بمثل هذا الاتجاه، فاللابتوبات راح يقل تواجدها في حياتنا. نفس ما انتهت بشكل جدا كبير أجهزة الكمبيوتر المكتبية من حياتنا. يعني الآن بشكل كبير إحنا ما نتصور إن قبل 10 سنوات كنا نعتمد على أجهزة الكمبيوتر المكتبية. يعني تتوقع اختفاء اللابتوب بشكله الحالي؟ بشكل الحالي واعتماد الناس على أجهزة محمولة بطريقة مختلفة. على سبيل المثال الجوالات بنفسها الآن سامسونج عندها تجربة جميلة جدا إنه أنت تحول جوالك إلى كمبيوتر بواجهة مختلفة عن طريق اكسسوار مختلفة. فاللابتوبات كأنظمة أو كاستخدامات راح يكون لها تواجد في حياتنا لكن بشكل مختلف وغير متعود عليه في حياتنا. المختلف هذا وشو؟ يعني حتكون مثلا بس تبع الشركات والمؤسسات والأعمال الكبرى مثلا؟ لا لا لا، راح يكون تواجدها بشكل مختلف، طريقة استخدامنا، طريقة اعتمادنا عليها. قد يكون جوالك هو كمبيوترك، قد يكون شيء مختلف. يعني الآن أكثر الشركات قاعد تحاول بشكل كبير أنها تعتمد على الخدمات السحابية. أنت من أي مكان في العالم راح يكون عندك يوزر نيم، اسم مستخدم ورقم سري، تدخله يطلع لك سطح المكتب الخاص فيك وتستخدمه. فاللابتوب ما راح يكون جهاز تشيله معاك، لا راح يكون سحابة تحملها معاك وتستخدمها. ففي تطور كبير راح يكون في حياتنا من هذه الناحية. جميل. طيب تعرف في حكاية الجوالات والآيبادات وتحديدا في الجوالات، من الأسئلة اللي توصلنا كثير عبد الله إذا تملك لها إجابة واضحة، إنه بطارية الجوال دائما في معاناة مع هذا الموضوع. هل هناك اختراع أو ابتكار تقني قادم يمكن أن يحل هذه الإشكالية؟ أكيد، لأنه الشركات في السابق كانت تحاول أنها تزيد الأمبير في البطارية أو تكبر حجم البطارية عشان يطول استخدام الجهاز. لكن مع التطور التقني في تقنيات حديثة تعتمد أو راح تغير التقنية الحالية اللي احنا نستخدمها اللي هي بطاريات ليثيوم. المستقبل يعني في شغلات جدا كثيرة، في تجارب جدا كثيرة الآن عليها، لكنه المشكلة الكبيرة الكلفة العالية الابتكارات اللي موجودة حاليا اللي ممكن تطيل عمر البطارية. لكنه
اتوقع انهم احنا قدام سنوات كذا بسيطه راح نشوف او نستغني بشكل كامل عن تقنيه الليثيوم في البطاريات الاجهزه وغيرها. طيب وش التقنيه البديله لها اللي تطيل عمر البطاريه؟ حتى الان السوق ما هو ناضج في هذا المجال، فانا ما اقدر اقول ان هذه هي التقنيه اللي هي راح يعتمد فيها، لكنه في تقنيات كثيره جايه اي، لكن وش اللي هي ما نعرف بسبب الكلفه التطويريه العاليه في هذا المجال. واضح. طيب الهاجس الاخر غير فكره عمر البطاريه الاختراقات. اليوم مع هذا التطور التقني ولكن الهاكرز يطورون ايضا من اساليبهم وفي اختراقات تصير حتى على مستوى مؤسسات كبيره. هذه المعضلة كيف تحل؟ الاختراقات راح تكون مستمرة. اليوم يخترقون حساباتك بتواصل شبكات التواصل الاجتماعي، بكرة راح يخترقون ثلاجتك، راح يخترقون بيتك، راح يخترقون حياتك بشكل كامل. اعتمادنا على التقنية والإنترنت بشكل كبير له مساوئ، من ضمنها هذه المشكلة اللي احنا قاعد نعاني منها. لذلك مالك إلا أنه أنت تحاول تأمن نفسك وتعتمد على النصائح اللي موجودة في زيادة الأمان اللي احنا نحاول نطرحها في شبكات التواصل الاجتماعي. جميل. دائما تكون في مشاكل إيه، لكن لها حلول، وإنك تكون محتاط. العيب الأكبر إن إحنا ما نحتاط. طيب عبد الله، كذا بشكل واضح ومباشر وصريح للناس، من أجل أن تحمي جهاز جوالك وحساباتك في مواقع التواصل الاجتماعي عليك أن تفعل 1 2 3. أول شيء تختار رقم سري صعب، لا توحد أرقامك السرية، فعل خاصية التحقق بخطوتين، اللي أنت يجيك كود علشان تدخل السكايب قطع. طيب معليش بنعيدها، معليش عبد الله، معليش نعيدها لان قطع معنا المشكله السكايب. احنا قاعدين نتكلم عن التقنيه، نتكلم عن التقنيه واكثر مشكله تقنيه قاعد نواجه. بالعكس، هذا بالعكس، ترى هذا مثال حي. انت قلت انه لها مساوئ وايجابيات، من مساوئها انها تسوي انقطاع، مع انه يمكن ان المشاهدين ما يعرفون انه في الفاصل شيكنا على كل الاتصالات من عندنا ومن عندها كانت كويسه. نعيد اليوم اذا واحد يبغى يحمي جواله، اذا واحد يبغى يحمي جواله او حساباته في مواقع التواصل تنصحه بواحد اثنين ثلاثة؟ اول شيء ما يعتمد على رقم سري سهل، هذه واضحة؟ واضحة. اللي بعده تعتمد على خاصية التحقق بخطوتين، اللي يجيك كود على جوالك حتى تزيد الحماية لجهازك. ننتقل اللي بعدها، انتقل. لا توحد ارقامك السرية، أكبر معضلة نواجهها توحيد الأرقام السرية. أيضا اعتمد على أرقام سرية صعبة، حروف وأرقام لا تكون أرقامك سهلة وبسيطة. طيب إذا لا توحد أرقامك السرية، اعتمد رقم سري صعب، وفعل حكاية التحقق بخطوتين. المحور الأخير، مرحلة وزمن كورونا أثبتت لنا قد إيش التقنية عظيمة في حياتنا. هل نتوقع بعد كورونا أن تحل التقنية بشكل أكبر على مستوى الأعمال، أنك تروح عملك ولا ما تروح؟ والله شوف، حياتنا بعد كورونا راح تكون مو نفس حياتنا قبل كورونا. أتوقع العمل عن بعد راح يكون ضرورة في حياتنا، وراح تبدأ الشركات تعتمد عليه بشكل جدا كبير، لأنه الآن أصبحنا جاهزين. مع نهاية الأزمة بدينا نكون، أو الشركات بدأت تكون جاهزة. بداية الأزمة كنا نعاني الأمرين في الاعتماد على موضوع العمل عن بعد. أعطيك مثال قريب، رجعت الآن الدراسة الجامعية عن بعد في أكبر 5 جامعات عندنا في السعودية، فهذا يؤكد لك أنه حياتنا العملية والدراسية بعد كورونا راح تكون مختلفة. جميل. عبد الله، لو جاك شخص يطلب استشارة، خلنا ناخذ منك استشارة مجانية على الهواء، يعني إذا قبلت المشاهدين والمشاهدات، وقال لك يا عبد الله أنا عندي المبلغ الفلاني، لكن أنا ما أبغى أفتح فيه مقهى ولا مطعم ولا شيء، أبغى أستثمره في مجال التقنية، حتقول له روح استثمره في المجال إيش؟ أتكلم عن السعودية. حتى الآن إحنا ما عندنا على قولتهم يعني خيارات كثيرة في الاستثمار في التقنية، لازالت في خيارات محدودة وبسيطة، لكن الصناديق الاستثمارية اللي تستثمر في المجال التقني موجودة ولهم نصائح معينة. أنا ما أقدر أنجم وأقول لك هذا أفضل من هذا، لكنه الاستثمار في التقنية طريقته مختلفة بشكل جدا كبير من أنك تروح تفتح مقهى وتحطه وتخلص أمورك. الاستثمار في التقنية مخاطرة عالية جدا، الإحصائيات العالمية تقول ما بين 10 شركات شركة واحدة هي اللي تنجح.
جميل، لو لك رسالة تقنية أخيرة ستوجهها للمجتمع ككل أو للناس اللي يسمعونك، ماذا ستقول؟ خلونا نستفيد من التقنية بشكل جدا كبير، لكن لازم نراعي شيء مهم جدا جدا جدا. أغلب الناس للأسف ما تعرف عن نظام الجرائم المعلوماتية، لازم توعي نفسك فيه، لأنه لو أنت ما عندك خبر فيه أو معلومة فيه حياتك ممكن تتضرر بسبب هذا الشيء. اقرأ عن نظام الجرائم المعلوماتية، لأنه أي خطأ أنت تسويه في مجال الإنترنت أنت راح تحاسب عليه. طيب عبد الله معليش، أنا بصراحة كنت بختم معك بس في سؤال مهم من المخرج يقول لك إنه مواقع التواصل الموجودة اليوم والمواقع الجديدة اللي جالسة تطلع والناس يشاركون فيها، ضم لها سالفة الواتساب اللي طلعت مؤخرا، إلى أي مدى هي آمنة للناس ولبياناتهم؟ تبغى جواب مباشر ولا تبغى جواب منمق؟ مباشر وصريح وواضح وعلى بلاطة. لا تتاجر بخصوصيتك، أي شيء مجاني فأنت السلعة فيه. طيب وش نسوي طيب؟ ما نسجل يعني؟ لا سجل، استخدم، استفيد منه، لكن لا تحط معلومات يعني لا أي شيء يضرك لا تحطه في هذا، في أي شيء أو منصة مجانية. وإذا أي شيء يضرك إيه؟ وإذا أجبرك على سياسة اتفاق معينة لا تقبل. لا تقبل اطلع. بس أهم شيء إنه أنت ما تسوي شيء يضرك، لا تنشر شيء يضرك، لا تحط شيء يضرك، لأنه في المستقبل قد تخسر شغلات كثيرة بسبب منصة معينة. عبد الله السبع شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في هلا. كان هذا حوار جريء وصريح ومثقف جدا من 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 شاب مثقف حقيقة في مجال التقنية. أشكر أنه قبل دعوة البرنامج. يمكن حكاية اختفاء الجوالات ما بين 5 إلى 10 سنوات قادمة هي الأكثر إثارة في هذا اللقاء. بعد هذا الفاصل بلتقيكم في ابتكار بري إذا صحت التسمية، يبرهن على بر أحد الأبناء لوالده. نلقاكم بعد. حياكم الله مجددا في أهلا. حدث في منطقة جازان أحد الأشخاص والده يعني صار عنده إشكالية مع السن ومع إجراء بعض العمليات الجراحية أنه ينزل من البيت اللي في دور مرتفع إلى المسجد، فقام ابتكر مصعد من أجل تسهيل حركة والده في النزول من بيته في الأعلى إلى المسجد والعودة من المسجد إلى بيته في الأعلى، في التقاطة رائعة جدا. خلونا نشوف الفيديو اللي يخصها وأرجع أسمع الحكاية كاملة من جابر الودعاني. كيف بيطلع فيه؟ بسم الله ما شاء الله، شوف لفت منزلي ما شاء الله تبارك الله، شوف كيف يوصله إلى أعلى الدار أو أعلى البيت من المسجد إلى البيت، لأنه ما يقدر يمشي زين كبر السن، فخلاه على شكل لفت ما شاء الله. شوف هناك حد راح خلاص بينزل الآن يروح على البيت، وعلى طول ينزل هنا في هذا المكان على المسجد على طول ما شاء الله تبارك الله، قريب جدا 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 يا أخي. إحنا في جبل سلا بمحافظة العارضة. فيديو جميل حقيقة ويفتح النفس والله. طبعا التعليق والفيديو من حساب الأستاذ يحيى رياني، له كل التحية والشكر والتقدير. اللي عمل هذا المصعد لوالده هو الأستاذ جابر الودعاني، وينضم إلي عبر الهاتف الآن. أستاذ جابر حياك الله معنا في أهلا. أهلا وسهلا حياك الله. اشرحنا وش اللي صار التفاصيل من البداية، يعني كيف صممت المصعد هذا وش كان الدافع له؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أحب أن أمسي على مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله ورعاهم، وأمسي عليكم وعلى السادة المشاهدين جميعا. القصة وما فيها أنه في عصر يوم الجمعة الفائت تفاجأت بزيارة الأخ يحيى الرياني غريد جازان ومرافقها الأستاذ خالد الجابري. فبعد صلاة العصر خرجنا من المسجد، فصعد الوالد المصعد فقام كليهما بالتصوير حتى صعد إلى حافة الحوش. بعدها ألقي اللقاء معي ومع الوالد
انت متى استاذ جابر متى عملت الفكره هذه؟ والله بالتحديد قدام يمكن سنتين اقل صراحه، بالتحديد ما ادري. كيف الحقيقه وش الادوات اللي استخدمتها في تنفيذها؟ انت اللي سويتها بيدك؟ نعم، اشتريتها من متجر في جيزان، الونش ايطالي الصنع، من اجود الونشات. بعدها اخذت جسور حديد من مستودعات الحديد، حديد بسماكة عالية ومن اجود الحديد. نعم. لاني بحثت في عدة متاجر ما حصلت الا متجر واحد في جيزان اللي يتوفر عنده الحديد. بقيت عندي اشياء ثانوية ما لن استطع ايجادها في المتاجر، فاضطريت لتوليفها في المخرطة. جميل. المهم هو آمن الآن أستاذ جابر، ومن سنتين نعم وضعه نعم تمام. نعم. الله يحفظ لك الوالد يا رب. وياك إن شاء الله. حقيقة أنا شفت في ردود أن نسبة الأمان ضعيفة، بالعكس السلك هذا الونش هذا إيطالي الصنع، والسلك نعم. يتحمل لألف كيلو. حمولة الكابينة هذه يمكن ما تصل يمكن 200 كيلو او 150. ف نعم. يوم اثناء بعد التركيب واجريت اختبار كنت احمل عليه، اطلع فيها اكياس سمنت تقريبا 8 اكياس ما شاء الله، نزول وطلوع، حتى تاكدت من امان المصعد. برضو في السلك، في احيانا في شاهد ردود ان السلك غير امن، بالعكس السلك ما يلامس أي بكرة من البكرات اللي في مجرى نعم. الجسر. فالحمد لله هو الآن يقارب سنتين الوالد ينزل ويطلع فيه، ما في أي مشاكل. حدث خلل بسيط في أداة التحكم فاستبدلتها بجديدة، والحمد لله. الله يقويك أستاذ جابر ويحفظ لك الوالد ويبارك لك في عمره يا رب ويرزقه برك. شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا، واحدة من صور البر الجميلة. اليوم من الأخبار المفجعة والمحزنة بصراحة بشكل كبير جدا، الوسط الإعلامي والفني يفتقد إلى الأستاذ صلاح مخارش الذي انتقل إلى رحمة الله، رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته. واحد من الأخبار الموجعة جدا، ولكن عزائنا الدائم أن أمثال هؤلاء الذين سجلوا مسيرة تاريخية إعلامية وفي مجالات مختلفة يظلون حاضرين دائما في ذاكرة الزمن وفي ذاكرة التاريخ وفي ذاكرة الأجيال. العزاء لعائلته، للأستاذ عبد الله مخارش ولجميع أهله ومحبيه وذويه. العزاء للوسط الفني، العزاء للوسط الإعلامي، رحم الله الأستاذ صلاح مخارش وأسكنه فسيح جناته وغفر له. هؤلاء حينما يرحلون يتركون وجعا كبيرا، ولكن العزاء دائما في أن تاريخهم يظل حيا وإن غابت أجسادهم. أشوفكم بكرة فمان الله.